السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزردين رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب لعبة فيفا 22. بهذا الفيديو يا جماعة سجلت أقوى هدف سجلته بحياتي. بدون ما أطول أكثر، بدون ما أحرق عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بالفيديو. أوه يا فريقه، أوه يا هجومه، يمه والله بدي أجيب لوريس حارس بدل مندي. تعبه أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، تحديد رائعة والجميلة والمشجعة بين قوسين على متابعة مباراة اليوم. محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. صفقوا اللاعب يا شباب. أوباميانغ في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز، مساحات كبيرة على طرف الملعب، كثير مدها. روميلو لوكاكو تدخل بشكل ايش بسوي؟ شوف هو ايش بسوي كمان؟ يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. مرة أخرى عن دي بروين، والله كفو روديجر. كرهها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. روح طب ضلك ماشي. بيتخلص فيها من الدفاع، يا عيني على المرور. العب يفشل في ابعاد الكرة، حرام والله حرام، لازم جول. ايش بسوي سون؟ ركنية باتجاه المنطقة، طبيعي. فيل فودن وصلت إلى لوكاكو. والله روديجر تمريرة بدون انه تركيز، عامل شغل عالي والله هذا الجيم. لوكاكو عند الكرة في مكان خطير، كفو. بيخلص الكرة في مربع العمليات. لا تكفى، شايف هاي جول؟ والله حرام، هي الكرة الوحيدة اللي مر فيها جابها جول. أنا إذا ساعة مر ولا جول جبت. ليفاندوفسكي تسلل ممتاز من حارس المرمى، شوف الرشاقة في اللقطة، بيخلصها بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. كرة مرتدة فيها خطورة، فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. مرر على السريع يا زلمة، والله قبل ما توصل الكرة اني مررت. اح 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 وقعته. طيب ايش في اشي؟ من الفريق يستعيد الكرة الآن، انطلاقة وبداية فرصة. مش تمريرة هاي، والله ما هي تمريرة، حرام عليك. يا عمري الحكم يحتسب طب تسلل، ده الكرة شو اسمه؟ مثيرة للجدل. بلنتي خطورة، ليفاندوفسكي بيمر فيها بيعدي. يا عمري ليتس جو. والله جول مرتب والله يا شباب. تستقر في الشب، بيكره بشكل ممتاز، الله على قطع الكرة. كيف مر؟ حرام وين، كيف مر حرام؟ والله اخترق اللعب اختراق. بلنتي ليتس جو. اوكي بلاش نضيعه، تكفى يا ليفا، تكفى يا ليفا. ليتس جو ليتس جو. عمر روديجار الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. واضح غياب التركيز عند التمرير. يا حرام لو انفرد، بس لو انفرد. يا ربي اوكي خلص الشوط تمام. فترة الحكم فيل فودن ألم مع أوباميانغ، كرة لا تمر من بول بوجبا. مار؟ لا الحمد لله. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل تطلع اطلع. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته للتصدي لهذه الكرة المرتدة. شيت روعة وتألق، انتماء سريعة وتصدي على روديجار. فرصة تأتي بعد طول انتظار، الجماهير تتفاعل لأنها تبحث عن التقدم بالنسبة للفريق. ليفاندوفسكي بيجرب،
كرة بين يدي حد مردود طيب، نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط. سكور يا عمري ديم يا الجول. هذا صدق ما بديش احتفل. اوكي قلبنا الطاولة بس لازم نفوز. كرة وانتو شت فرصة واحد على واحد الان. لا مش هيك اكيد. هدف التعادل والعودة في المباراة. الله على حارس المرمى. والله مظبطها 100%. يتحرك بالكرة للامام. ايش فيها خطأ هاي؟ لا 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 شت 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 والله كفو يا مندي كفو يا مندي والله مندي فوق. حتى تتمكن من تطبيق تكتيك معين يتيح لك الانتصار في مباريات معينة وهذا ما يحدث هنا ودائما الأهداف في. لا 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 شت شت فودن فودن تكفى تكفى طيرها. يا اخوان مندي عامل شغل اسطوري عامل شغل اسطوري والله مندي. كرة قبل ان تصل الخصم. ليتس جو. هذا الجول بسموه خزق. هدف الثقة بدأت يصبح هدفين بعد هذا الهدف. بدك تطلع من روديجار ولك. لا والله والله نزح لقيت. هذا والله زحلقت. انا ما عدتش تكل عملت تكل. ايش بسوي؟ اوكي مش مشكلة. ما اتوقع ان شاء الله ما يجي هجمة. خلص الحمد لله. طب ابعد الكرة عن مرمى. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. لا يحدث كل يوم أن تشاهد هدف في ضربة العقرب المقصية الاستثنائية.